بعد ما تابعنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة، خاصة انطلاق معرض أهلا رمضان الرئيسي بأرض المعارض. وكمان النهاردة في 4 ماتشات قوية في تصفيات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، خلونا نبدأها من معرض أهلاً رمضان. والنهاردة هيعقد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر صحفي بمقر معرض أهلاً رمضان الرئيسي، وده بعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمعرض بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. كمان النهاردة آخر موعد لتلقي أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لأداء اختباراتهم بكليات الطب البشري جامعة القاهرة، الصيدلة جامعة القاهرة، طب الأسنان جامعة عين شمس، والهندسة جامعة عين شمس. وده طبعاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية. رياضياً ولعشاق كرة القدم الأوروبية، موعدهم النهاردة مع تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 و4 مباريات قوية هيلتقي فيها منتخب تركيا مع البرتغال، ومنتخب ويلز مع النمسا، ومنتخب السويد مع التشيك، وختاماً اللقاء المرتقب ما بين منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع منتخب شمال مقدونيا. ضمن الحاجات اللي هتحصل النهارده زي ما تابعنا افتتاح معرض اهلا رمضان الرئيسي في ارض المعارض، ده المعرض الرئيسي، لكن باقي المعارض اللي موجوده في المحافظات تم افتتاحها يوم 15 مارس، كان مقرر ليها 25 مارس لكن نظرا للظروف الحاليه تم افتتاحها يوم 15 مارس. المعارض دي موجوده في كل المحافظات بالاضافه الى منافذ متنقله ايضا في المحافظات، غرضها هو توفير كل السلع عشان تكون متاحه لكل الناس في كل وقت، وباسعار كمان بتصل تخفيضاتها لنسبه من 20 الى 30%.